بدايه هايله، كل الفرق استعدت كويس قوي، ما بقتش اعرف نتيجه المباراه زي الاول. كل الاجهزه بشكرها على الجهد اللي هم عاملينه، بجد في شغل كويس بالنسبه لقطاعات الناشئين ورؤساء القطاع، عاملين شغل كويس في كل المنظومه. اعتقد المنافسه السنه دي هتستمر لحد اخر مباراه في الموسم، لان استعداد الفرق قوي جدا وكل الفرق ابتدت تستعد كويس قوي، مفيش حاجه بقى فيها فوارق كتيره. غير بس يعني يمكن محدش يزعل مني، غير بس الحاجات اللي بنشوفها او اللي بتقابلنا اللي هي ممكن يبقى اعمار سنيه مختلفه شويه في بعض الفرق، ودي بنعاني منها. نتمنى موسم جميل على الناس، ونتمنى ان ربنا يكرم الجميع، واتمنى الفرق انبي كلها ان هي تحظى ويكون لها نصيب الاسد في البطولات ان شاء الله. والله احنا حد دلوقتي احنا في الاسبوع الخامس، فيمكن الامور مش باينه قوي، هتلاقي فرق ممكن ما كانتش في الصوره السنه اللي فاتت، النهارده الجدول مثلا مساعدها في ترتيب الماتشات بتاعتها، فتلاقيها محتله مكانه كويسه. لكن اعتقد ان شكل المنافسات كلها يمكن تبدا تستقر عليها مثلا ابتداء من الاسبوع ال 12 وانت طالع، هيبقى الشكل ابتدى يبان ان شاء الله. احنا بدانا الموسم بفتره الاعداد، عملنا في قريه الاسيوطي معسكر لمده اسبوع، وبدانا المباراه الوديه، وبعد كده دخلنا في الرسمي ولعبنا مع النادي الاهلي، وكان ماتش كويس وكان مذاع قناه النادي الاهلي. واحنا هدفنا كله ان شاء الله احنا نقدم لعيبه للدرجه الاولى. احنا لو حضرتك لاحظت احنا في نادي انبي اكتر لعيبه في الدرجه الاولى في الدوري الممتاز هي لعيبه نادي انبي، حتى في الاول وفي بقيه الانديه، حتى النادي الاهلي مجدي قفشه واكرم وصلاح محسن من لعيبه نادي انبي. ان شاء الله احنا السنه دي هنطلع لعيبه كتير قوي الفريق الاول في انبي والمنتخبات ان شاء الله. احنا عندنا هنا قطاع بصراحه منظومه مميزه، يعني قطاع الناشئين في نادي انبي، وعلى مدار سنوات الكابتن ابراهيم محمد المدير الاداري والكابتن محمد اسماعيل رئيس القطاع عاملين الحمد لله رب العالمين، واقفين جنبنا على طول وداعمين بصفه مستمره. لكن لا، بطوله قويه، المسابقه 18 فريق بيلعبوا نفس الفرق الموجوده في الدوري الممتاز. فانا بعتقد والله اعلم يعني ان المسابقه دي هتعمل نواه، هتلاقي من عناصر كتيره من 2007 في التشكيله الاساسيه لفرقه 2006 في المنتخبات.